بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل مع بعض شغلنا في حل أسئلة ومسائل الدرس الثاني في الفصل الثاني. الدرس الثاني بيتكلم على الملف الدائري والملف الحلزوني. السؤال اللي عليه الدور بيقول لك علل لما يأتي. طبعا أسئلة علل وتقريبا أغلب الأسئلة النظرية جاوبناها في فيديوهات الشرح، بس احنا هنمر عليهم مرة سريعة. يعني رقم واحد، تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة على محور ملف لولبي أو حتى دائري عند وضع ساق من الحديد المطاوع داخله. طبعا ساق الحديد المطاوع معناه ان النفاذيه المغناطيسيه هتزيد، لان النفاذيه المغناطيسيه بتاعت الحديد اعلى من الهواء، وبناء عليه لما النفاذيه المغناطيسيه هتزيد وطبقا للقانون بي بتساوي ميو في اه ميو في اي في ان على 2 ار، معناه كثافه الفيض هتزيد. ده المعنى الاجابه، لان المعامله النفاذيه المغناطيسيه للهواء للحديد المطاوع اعلى منه للهواء، وبناء عليه يقوم الحديد المطاوع تركيز خطوط الفيض داخل الملف. طيب رقم اثنين، قد لا يتولد مجال مغناطيسي عن تيار مستمر يمر في ملف حلزوني او ملف دائري. وجاوبنا السؤال ده وقلنا الكلام ده بيحصل لما يكون الملف ملفوف لف مزدوج، وقلنا اللف المزدوج ده هيؤدي الى ان التيار في اللفه وهو رايح عكس التيار وهو راجع، وبناء عليه التيار وهو رايح بيعمل لي مجال في اتجاه ما، وهو راجع بيعمل لي مجال في الاتجاه المضاد، فيبقى عندي مجالين قد بعض في المقدار ومتضادين في الاتجاه، فكل واحد فيهم يلاشي الثاني. هي دي هتبقى الاجابه بتاعتي، وطبعا انا شرحتها في فيديوهات الشرح. هنقول الإجابة بتاعتنا كده بسلاسة بسرعة، لأن يحدث ذلك عندما يكون الملف ملفوف لفا مزدوجا، فيكون اتجاه التيار في الملف الأول عكس اتجاه التيار في الملف الثاني، لأن احنا ملفوف لف مزدوج يعني عندي لفتين، واحدة رايحة بلف كده وأنا رايح، وبلف وأنا راجع عكس كده، تمام؟ فيكون اتجاه التيار في أحد الملفين عكس اتجاه التيار في الملف الآخر، فيتولد مجالين متساويين في المقدار متضادين في الاتجاه، فيلاشي كل منهما الآخر. لا تتمغنط ساق من الحديد المطاوع ملفوف حولها سلك معدني معزول ملفوف لفا مزدوجا، نفس اجابه الجزء اللي فوق. ما المقصود بان قاعده البريمه وقاعده عقارب الساعه؟ طبعا مش هنقعد نشرح حاجات بديهيات بالنسبه لنا دلوقتي. ماذا يحدث في كل مما ياتي مع التفسير؟ هيبتدي يعمل لك يجيب لك قانون الملف الدائري والملف الحلزوني، يقول لك ايه بقى؟ مره زودت الطول بتاع الملف الحلزوني او نقصته، مره زودت عدد اللفات، مره مش عارف قصيت حته من الملف، مره مش عارف، كلها حاجات احنا جاوبناها اثناء الشرح. هنقول بسرعة، ماذا يحدث عند نقص نصف قطر ملف دائري؟ يعني قللنا نصف القطر، يمر به تيار ثابت الشدة بالنسبة لكثافة الفيض. أنت عندك البي بتساوي ميو في أي في إن على 2 أر. لو أنت نقصت الأر اللي في المقام دي يبقى بنزود كثافة الفيض، الموضوع بسيط أهوت خالص يعني. رقم اتنين، مرور تيار كهربي مستمر في ملف لولبي. طبعا لما يمر تيار في ملف ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هيتولد نتيجه مرور التيار ده مجال مغناطيسي على الملف اللولبي يشبه المغناطيس الطويل او قضيب مغناطيسي. لو سالني شال الملف اللولبي وسالني عن الملف الدائري اقول له يتولد مجال مغناطيسي حول الملف الدائري يشبه القرص المصمت، يشبه المجال الناتج عن قرص مصمت. رقم 3، نقص عدد اللفات في وحدة الأطوال. لما ننقص عدد اللفات في وحدة الأطوال ده معناه إن كثافة الفيض هتقل، لأن الاثنين في تناسب طردي وتديله العلاقة. رقم 4، تقارب لفات ملف لولبي. يعني إيه تقارب لفات ملف لولبي؟ أنا عندي الملف اللولبي بيبقى له كذا لفة كده، اللفات دي بتبقى بعيدة عن بعض، ده معناه إن هو مثلا له الطول ده كده، تمام؟ لما أقربهم من بعض كده ده معناه إن الطول بتاعه صغر. لما الطول يقل، مش هو الطول ده في علاقه عكسيه مع كثافه الفيض؟ بالظبط. يبقى لما الطول يقل يبقى كثافه الفيض ايه؟ هتزيد. هتيجي تقول له عند نتيجه تقارب لفات الملف يقل طول الملف، وطبقا للعلاقه بي بتساوي ميو في اي في ان على ال، تزداد كثافه الفيض المغناطيسي. مرور تيار في ملف حلزوني ملفوف لفا مزدوجا، هنقول لا يتولد او تكون محصله كثافه الفيض المغناطيسي على محوره تساوي زيرو، وتفسر له الاجابه اللي احنا قلناها في التعليل اللي فوق. طيب بعد كده هنيجي نقول له قارن بين، طبعا اذكر استخداما برضه مش هنقول قاعده البريمه وقاعده عقارب الساعه، قاعده عقارب الساعه بتحدد القطبيه وقاعده البريمه بتحدد اتجاه المجال. قارن بين كل مما ياتي، بس طبعا ما تقولش الكلمتين دول، قول اللي هو بيستخدم. مثلا قاعده البريمه تستخدم لتحديد اتجاه المجال الناشئ عن مرور تيار في ملف دائري، اما قاعده عقارب الساعه تستخدم لتحديد اتجاه الاقطاب الشمالي والجنوبي للمجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في ملف دائري او ملف حلزوني حتى. قارن بين، المقارنه دي عملتها لكم في فيديو حوالي مدته 23 دقيقه او 25 دقيقه، قلت لك المقارنات ديت، وطبعا زي ما انتم شايفين هي اسئله امتحانات، فانا عملت لك فيديو مخصوص لها من فيديوهات الشرح وشرحناها. متى تكون القيم الاتيه مساويه صفر؟ سؤال كويس. كثافه الفيض عند المركز المشترك لحلقتين معدنيتين متداخلتين وفي مستوى واحد. انا عايز الطالب وهو بيقرا يبقى فاهم اللي بيقراه، يعني مش مجرد ان انا بقرا واحفظ الاجابه وبسمعها او ببص عليها من كتاب الامتحان في ظهر كتاب الامتحان وخلاص. كثافه الفيض عند المركز المشترك، يبقى انا عندي حاجتين والاثنين لهم نفس المركز. طيب ايه هما الحاجتين؟ قال لك حلقتين. طبعا كلمه حلقه معناها معناها لفه واحده زي الحلق كده. معدنيتين متداخلتين وفي مستوى واحد. يعني ايه كلمه مستوى واحد؟ بص يا سيدي، الكتاب
والموبايل ده الاثنين في نفس المستوى دلوقتي، الكتاب والموبايل في نفس المستوى، الكتاب والآلة الحاسبة في نفس المستوى. يعني ايه في نفس المستوى؟ يعني موجودين على نفس الحاجة. لما اجي اقول لك ملفين او لفتين في نفس المستوى، ده معناه اهو ادي اللفة الاولى اهيت، ده الملف مثلا الدقيقة او الحلقة الاولى، خلينا نصغرها شوية، دي الحلقة الاولى. الحلقة الثانية لازم تبقى جواها كده عشان تبقى في نفس المستوى. وهو كان بيكلمنا على ان المركز كمان مشترك، فلازم يكون الحلقة الثانية كده جواها والاثنين لهم نفس المركز، ما تنفعش تكون كده، كده المراكز اختلفت، وصلت الفكرة؟ فلازم يبقوا الاثنين جوا بعض كده. تمام؟ تمام. قال لك بحيث كان قطر الأولى ضعف قطر الثانية ويمر بكل منهما تيار كهربي، يعني الاثنين بيمر فيهم تيار كهربي. هو بيقول لك متى تنعدم كثافة الفيض عند المركز المشترك للحلقتين؟ احنا عارفين ان يعني تنعدم كثافة الفيض ده معناه ان المحصلة بتساوي صفر. طب امتى المحصلة بتساوي صفر؟ لما يكون كثافة الفيض بتاعت الاول تساوي كثافة الفيض بتاعت التاني وعكس بعض في الاتجاه. تمام؟ ساعتها لو انا جبت واحد الناحية التانية هيبقى حاصل طرحهم بيساوي صفر، اللي هو المحصلة بتاعتهم يعني. طيب هو بيكلمنا على حلقتين، يبقى ميو في اي في ان على 2 ار، وهنا برضو ميو في اي في ان على 2 ار، بس هنا 1 1 1 و 2 2 2 وهنا 2 هنا اسف 1 وهنا 2. بس نطير بقى الحاجات اللي مالهاش لازمه. يعني تعال نبص مثلا الميو هو نفس النفاذيه لانه ما غيرش حاجه، مش حاطط واحده حديد مطوع، هما الاثنين نفس المركز وفيهم نفس الحاجه. قال لك طبعا الاثنين حلقات فكل واحده عدد لفتها 1. تمام؟ قال طبعا الاثنين دي هتطير مع الاثنين دي. فبقول لك بقى متى تكون كثافه الفيض عند المركز المشترك لحلقتين معدنيتين متداخلتين وفي مستوى واحد، حيث كان قطر الاولى ضعف قطر الثانيه. نعوض بقى، قطر الاولى بيقول لك ضعف قطر الثانيه، يبقى 2 ار 2. تمام؟ هاخد دي واعوض بيها هنا بس، هيبقى تعالى نكتب كده اي 1 على ار 1 بتساوي اي 2 على ار 2. انا غلطت هنا، اشيل الار 1 واحط قيمتها اللي هي 2 ار 2. طبعا الار 2 طرف مع الار 2 هيبقى الاي 1 بتساوي 2 اي 2. تقول له يحدث الكلام ده لما يكون شده التيار المر في الاولى ضعف شده التيار المر في الثانيه وعكس الاتجاه. ليه عكس الاتجاه؟ عشان تبقى كل مجال ناتج من واحد فيهم يكون عكس المجال بتاع الثاني. رقم 2، كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار كهربي، امتى يكون كثافه الفيض دي بتساوي صفر؟ لما يكون الملف ده ملفوف لف ايه؟ مزدوج. رقم 8، اسئله متنوعه، ما العوامل التي تتوقف عليها كثافه الفيض الناشئه عن مرور تيار كهربي في ملف دائري؟ معروفه، الميو اللي هي النفاذيه المغناطيسيه، شده التيار، عدد اللفات، نصف القطر. الملف الحلزوني، النفاذيه المغناطيسيه، شده التيار، وحده الاطوال او عدد اللفات لوحده الاطوال، او ممكن تقول عدد اللفات وطول الملف. مع كتابه العلاقه الرياضيه تكتب العلاقه الرياضيه. بص السؤال ده ملغم امتحانات، جاي في الامتحان بدل المره 10. وضح كيف يمكن زياده كثافه الفيض عند مركز ملف دائري، سؤال تافه وجاي في امتحان 2008 دور ثاني. اشوف القانون بيقول لك ايه؟ معامل نفاذيه يبقى ممكن نزود كثافه الفيض باضافه ايه؟ باضافه ساق من الحديد المطوع. رقم 2، شده التيار ممكن نزود نجيب بطاريه اكبر فتزود شده التيار الكهربي، او بزياده تكتب كده بزياده شده التيار الكهربي. رقم 3، انت عندك ميو في اي في ان، نزود عدد اللفات بتاعته على 2 ار، نزود ننقص نصف القطر بتاعه. بس ادي الاجابه بتاعتي. رقم 3، اذكر خواص خطوط الفيض الناشئ عن مرور التيار الكهربي عند مركز ملف دائري. خواص الخطوط ابتدي اشرح بقى ان بيبقى في عند مركز الملف بيبقى عباره عن خطوط مستقيمه ومتوازيه وعموديه على مستوى الملف. هنا عباره عن خطوط مستقيمه ومتوازيه وموازيه لمحور الملف وعموديه على مستواه. الكلام ده كله شرحناه، عرفنا يعني ايه موازيه لمحور الملف، وعرفنا يعني ايه متوازيه، وعرفنا يعني ايه عموديه على المستوى. كل الكلام ده شرحناه في فيديوهات بتاعت الشرح يعني. اذكر القاعده المستخدمه، حاجات بسيطه مش هنشرح احنا موضوع القواعد ده. اكتب العلاقه الرياضيه وما يساويه الميل. تعال نشوف العلاقه الرياضيه وما يساويه الميل. هرسم لك الرسمه، وطبعا في ملحوظه عايز اوريها لك علشان تاخد بالك منها برضه. ادي الرسمه واعملها لك كده تمام، وحاطط لك هنا كثافه الفيض وحاطط لك هنا 1 على ار، والرسمه اللي هو راسمها اعملها لك كده، خد بالك عامل لك خط مستقيم كده وعامل لك هنا نقط. النقط دي معناها ان انا عمري ما نقطه الصفر دي هتتحقق. يعني ايه نقطه الصفر دي؟ انت عارف نقطه الصفر دي يعني ايه؟ يعني الار عندها مثلا بزيرو، او الار مثلا بما لا نهايه، لان 1 على ما لا نهايه هيبقى بيساوي صفر. فهو صعب ان انت يكون عندك نصف قطر ما لا نهايه، مش متاحه في الوجود دي، صح؟ فعشان كده بيعمل لك هنا نقط. نقط يعني ايه؟ يعني هو بدايه من هنا الار لها قيمه، فهو هيبتدي يرسم العلاقه. اما عند الصفر الار مش هقدر، مش هيبقى موجود عندي حاجه في الحقيقه في الواقع ار بما لا نهايه. وصلت الفكره؟ فعشان كده بيعمل لك عندها نقط. برضو نفس الرسمه، في رسمه ثانيه هو عاملها لك كده اهو، عامل لك هنا البي وعامل لك هنا 1 على ال، برضو عامل لك هنا خط مستقيم وعامل لك دي كده نفس الفكره.
ما ينفعش طول الملف يبقى ما لا نهايه. عارفين يعني ايه طول ملف ما لا نهايه؟ يعني واخد الكون كله. طبعا ده حاجه حاجه غير حقيقيه، يعني غير واقعيه. طيب تعالوا نحل بقى. انت معاك الرسمه دي تمام، وعايز تجيب الميل بتاعها. احنا قلنا ايه؟ حط اللي على المحور الراسي في ناحيه لوحده، واللي على المحور الافقي في الناحيه الثانيه مع باقي الحاجات. طب ايه القانون اللي بيربط دي بده؟ اللي هو القانون بيقول بي بتساوي ميو في اي في ان على 2 ار، اللي هي الار دي. فين الميل بتاعك؟ اهو ميو في اي في ان على 2، بس هو ده الميل بتاعك، او هو ده ما يساويه الميل. تمام، هو بيقول لك اكتب العلاقه الرياضيه، كتبناها. عايز ما يساويه الميل، تقول له كده ما يساويه الميل يساوي ميو في اي في ان على 2. نفس المساله ديت برضو موجوده عندك، هنيجي نقول له البي بتساوي ميو في اي، ميو في اي في ان، في ان كابيتال على ال. تمام، واحد على ال ده المحور الافقي، البي ده المحور الراسي، يبقى ما يساويه الميل ميو في اي في ان. طبعا انا بشرح على اساس ان الناس سمعت فيديوهات الرسم البياني بتاعت الفصل الاول، يعني انا بشرح دلوقتي الناس المفروض انها فاهمه، لان احنا قلنا متى ما سمعت الفيديوهات هتبقى مسائل الرسم البياني دي بالنسبه لك تك، يعني تكه، يعني تحل في تكه. في الشكلين التاليين ملفين من النحاس يمر بكل منهما تيار كهربي في الاتجاه الموضح. ضع الأسهم التي توضح اتجاه الفيض في كل حالة مستخدما قواعد تحديد اتجاه المجال. بص ببساطة، التيار ده جاي كده وبيلف كده، لف في الأربعة دول معاه، هتلاقي المجال طالع لفوق، فأنا جايين راسمين المجال كده بس. هنا نفس الكلام، هنا مديك اتجاه التيار، هنلفف الأربعة دولت مع التيار يبقى اتجاه المجال كده، يبقى اتجاه المجال جاي كده وبيلف كده بس. خلص الحوار بتاع الجزء ده. رقم 7، الأشكال التالية توضح أنصاف حلقات. السؤال ده جاوبناه في فيديوهات الشرح، اللي هي الفيديوهات المسائل اللي كانت نازلة مع الشرح، فمش هنحله تاني، يعني مش هنحل حاجة مرتين يعني. حلقتان دائريتان من النحاس متحدة المركز يمر بكل منهما نفس شدة التيار كما بالشكل، ما التغيير اللازم إجراءه لشدة التيار في الحلقة الداخلية لجعل المركز المشترك للحلقتين نقطة تعادل؟ مش هجاوب السؤال ده، عارفين ليه؟ لأن نفس السؤال اللي لسه شرحه لكم من شوية، اللي أنا جيت جبت لك فيه حلقة كده وقمت جاي عامل لك حلقة فيه كده، اتضح عندنا إن شدة التيار الأولاني لازم تكون ضعف شدة التيار الثاني، فالإجابة بتاعت السؤال مش محتاجة إن إحنا نبص عليها تاني. يعني أتمنى إن الناس تكون متابعة معانا وواخدة بالها من الكلام ده، تمام؟ طيب تعالوا نبص بعد كده على 9، ملف حلزوني طوله L وعدد لفاته N متصل ببطارية قوتها الدفع. يعني أنا جبت ملف ووصلت عليه بطارية ومقاومتها الداخلية مهما لم يشي، ماذا يحدث مع ذكر السبب لكثافة الفيض؟ عندما ماذا يحدث لكثافة الفيض؟ عند وضع اسطوانة من الحديد المطوع طبعا هتزداد كثافة الفيض، وعرفنا ليه، لأن الحديد المطوع نفاذيته أعلى وبالتالي بتعمل على تركيز خطوط الفيض داخل الملف. تقليل طول الملف إلى النصف ده معناه زيادة كثافة الفيض إلى الضعف، وعرفنا ليه. قطع نصف طول الملف وتوصيل ما تبقى منه بنفس البطارية، حلوة الحتة دي. لما اقطع نص الملف ده معناه ان انا قللت الطول للنص، خد بالك، يبقى كثافه الفيض زادت للضعف. بص انت عندك القانون بيقول بي بتساوي ميو في اي في ان على ال. انا لما اقطع حته من الملف هتغير في الميو في حاجه؟ لا، يبقى دي خلصانه. هتغير في عدد اللفات في حاجه؟ اه، قللتها للنص، يبقى ده معناه ان الان الجديده بتساوي نص الان القديمه، تمام كده؟ طيب وغيرت في الطول في حاجه؟ اه، ما انت قصيت نص الملف، الملف كان ملفوف كده كان واخد حته كبيره كده، انت لما تقص نصه بقى حته صغيره، فيبقى الملف الجديد بيساوي نص الملف القديم. طبعا المفروض اعمل ال1 وال2 بس انا مش هعملها دلوقتي اختصارا يعني. طب التيار هيحصل له حاجه؟ اه طبعا. ليه؟ لان يا حبيبي لما انت تقص نص الملف يبقى انت قللت المقاومه للنص، مش المقاومه بتعتمد على الطول. هيجي واحد يقول لي بتعتمد على طول السلك، يا حبيبي ما انت لما تقص نص الملف قللت طيرت نص السلك برضه، خلاص. فبالتالي المفروض بقى شده التيار يحصل لها ايه؟ والله بص، لما تقص نص الملف المقاومه هتقل للنص، يبقى التيار يزيد لايه؟ للضعف. يبقى الاي الجديد بيساوي 2 الاي القديم. انا عملت كده ليه؟ ما عملتش اي 1 واي 2 ليه؟ عشان هعوض على طول مباشره، يعني هاجي اكتب كده بي بتساوي الميو تفضل زي ما هي، شيل اي وحط 2 اي، شيل ان وحط نص ان، شيل ال وحط نص ال، تمام؟ هيطلع لك ايه بقى؟ الاثنين دي طلعت مع الاثنين دي، فيبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي ميو في اي في ان على ال، طبعا دي نص يعني 1 على 2 مقام المقام بيطلع بسط، فطلعت لك المساله كده 2 ميو في اي في ان على ال. يبقى اللي يحصل لها يا جماعه ان كثافه الفيض هتبقى ضعف القيمه القديمه، ما القيمه القديمه كانت ايه؟ ميو في اي في ان على ال، لما تضربها في 2 يبقى اللي حصل لها ايه؟ زادت الى الضعف. طيب ده كده بالنسبه لاجابه السؤال رقم كام؟ رقم 9.
السؤال رقم 10، ملفان حلزونيان متماثلان، الاول من نحاس والثاني من الالومنيوم، وصلا كل منهما مصدر تيار، يعني بص متماثلان في كل حاجه، في الطول وفي المساحه وفي عدد اللفات وفي النفاذيه كل حاجه، بس واحد من النحاس واحد من الالومنيوم. طبعا احنا عارفين اختلاف المواد ده خدناه في الفصل الاول والثاني، بيغير في ايه بس؟ في المقاومه النوعيه. يبقى طالما المقاومه النوعيه اتغيرت يبقى المقاومه الكهربائيه اتغيرت، يبقى شده التيار هيبقى مختلف في الملفين، يبقى كثافه الفيض الناتجه عن كل ملف هتبقى مختلفه. شفت السيناريو جاي ازاي؟ لما اقول انا بستخدم نحاس والومنيوم، ده بيغير لي في ايه في المنهج اللي دارسينه؟ في المقاومه النوعيه. طب المقاومه النوعيه ديت لما تتغير يبقى المقاومه بتاعه النحاس تختلف عن المقاومه بتاعه الالومنيوم. طب لما المقاومه تتغير يبقى هيمر تيار مختلف في كل منهما. لما يمر تيار مختلف في كل منهما انا عندي البي بتساوي ميو في اي، لما التيار يختلف يبقى كثافه الفيض هتختلف هي كمان. فبقول لي بقى ملفان مش عارف ايه كذا كذا ومقاومه، هل سيختلف مقدار كثافه الفيض؟ نعم ستختلف. الاجابه ليه؟ لان النحاس له مقاومه نوعيه تختلف عن الالومنيوم، وبناء عليه فالمقاومه الكهربيه للنحاس تكون قيمه مختلفه عن المقاومه الكهربيه للالومنيوم، ونتيجه اختلاف المقاومه يمر تيار مختلف في كلا الملفين، وبناء عليه تكون كثافه الفيض في الملف الاول مختلفه عنه في الملف الثاني. اجابه سمباتيك كده بالراحه، واحده واحده هتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي الفل زي الحلاوه. في الشكل المقابل السؤال اللي زي ده حلينا عليه اكتر من 18 مساله في الفيديوهات بتاعه الفصل الثاني اللي قلنا عليها انها فيديوهات مهمه جدا جدا جدا. هحل السؤال ده معاك كمان مره. ملف حلزوني ملفوف حول اسطوانه من البلاستيك ومتصل بمصدر للتيار الكهربي ومغناطيس معلق، يعني عندك انت هنا مغناطيس معلق ومتثبت في السقف، يعني كاني كده اعتبر لو اعتبرنا دي السقف، فجبت كده خيط وربطت فيه مغناطيس وعلقته. المفروض المغناطيس اللي انت معلقه ده لو قربت منه مغناطيس تاني كده المفروض يحصل بينهم تجاذب يتنافر، ادي الموضوع ببساطه. فبس بدل ما اجيب مغناطيس حديد جبت انا مغناطيس كهربي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن ملف بيمر فيه تيار، لان الملف لما بيمر فيه تيار بيتولد حواليه مجال فاصبح مغناطيس، عشان كده بنسميه مغناطيس كهربي لان المجال بتاعه ناتج عن مرور الكهرباء فيه. طيب ملف حلزوني ملفوف حول اسطوانه من البلاستيك، اهو اسطوانه من البلاستيك اهو، متصل بمصدر تيار اللي هو البطاريه اللي قدامك دي، ومغناطيس معلق زي اللي انت شايفه، ما نوع القوه المؤثره على القطب؟ بص يا سيدي الرسمة مش عارف إذا كانت واضحة في الفيديو ولا لا، فأنا هرسمها لك كده علشان تاخد بالك بس هي عاملة إزاي، تمام؟ الملف معمول كده أهو، يكفي علينا كده، وبعدين طبعًا هعتبرها مقفولة من غير مفتاح ولا بتاع، فالمفروض إن الدنيا جاية كده، التيار بيطلع من القطب الموجب للبطارية، يعني جاي كده، يعني جاي كده، وبعدين هيجي من ورا الملف كده ويطلع كده. ده معناه لو انا حبيت احدد باتجاه بقى اليد اليمنى كده هيبقى ده التيار، يبقى المجال كده، يبقى ده قطب شمالي لان الابهام ده هيشاور على القطب الشمالي وده قطب الجنوبي، وهو عامل لي المغناطيس هنا كده عامل لي ده شمالي وده جنوبي، شمالي مع شمالي هيحصل بينهم قوه ايه؟ تنافر. فادي الموضوع ببساطه. تمام بعد كده ماذا يحدث عند عكس قطبي المصدر؟ ما انت لو عكست قطبي المصدر ده يعني خليت الموجب الناحيه والسالب الناحيه دي فالتيار هيبقى جاي كده، يبقى التيار جاي كده يبقى ده القطب الشمالي اللي هو الناحيه دي، ده القطب الشمالي، وبالتالي هيبقى ده قطب جنوبي، جنوبي مع شمالي هيحصل بينهم تجاذب بس. فبقول لي ماذا يحدث؟ اقول له يحدث تجاذب بين الايه؟ بين الملف وبين المغناطيس المعلق. ماذا يحدث عند استبدال اسطوانه البلاستيك باسطوانه من الحديد المطاوع؟ يا راجل كبر مخك، اسطوانه البلاستيك لما تشيلها وتحط حديد مطاوع معناها زياده النفاذيه، يبقى زياده كثافه الفيض المغناطيسي، يبقى زياده قوه التجاذب او التنافر بين الملف والمغناطيس المعلق. بعد كده فاضل لنا سؤالين، سؤال بتاع الميزان ده هنحله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده، وبعد كده في سؤال كيف تحصل بطريقتين مختلفتين على ملف لولبي يمر به تيار مستمر ويكون له قطبان خارجيان متشابهان؟ السؤال ده اتشرح في فيديوهات الشرح اللي هو ازاي اخلي القطبين متشابهين في ملف لولبي، اتشرح في فيديوهات الشرح، عشان كده بقول الناس تسمع فيديوهات الشرح كامله هتلاقي فيها اغلب الحاجات اللي هم بيدوروا عليها. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع حل المسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.